ازيكم يا اصحابي، انا حور ومعاكم في حلقه جديده من برنامجنا مصر الجميله. وانا النهارده في مكان حلو جدا ومش كلنا نعرفه. انا النهارده في بيت العيني، هو مكان مميز جدا، تعالوا بينا يلا نشوفه. اهلا بحضرتك استاذه انغام، مشرف بيت العيني. ممكن حضرتك تكلمينا على نشأة بيت العيني؟ الاول اهلا بيكي وبثقافتك الحلوه دي، وان انت في السن الصغير ده وانت حابه تتفرجي على اماكن اثريه في بلدنا. طبعا قصه وهي حدوته صغيره شويه. هو اصلا كان اتعمل طريق 831 ميلاديه، وكان معمول اصلا علشان انه يبقى مدرسه، وهو اصلا كان مسمى باسم مدرسه بيت العيني. اما المكان اللي احنا فيه اللي هو اسمه بيت العيني، ده مكان كان ملحق بالمدرسه علشان الولاد اللي هم المغتربين اللي هم مش من هنا، مش من بلدنا، بلدهم بعيده قوي، فاتعمل لهم البيت ده على اساس ان هو يبقى المكان اللي يقدروا يبقى جنب المدرسه السكن بتاعهم. فعلى الاساس ده اتقال ان هو اسمه بيت العيني، ولكن هو مكان ملحق بالمدرسه. يعني ممكن حضرتك تعرفينا على الانشطه اللي بتعملوها في بيت العيني؟ بص يا ستي، احنا عندنا انشطه كتير قوي قوي في المكان. الانشطه دي كلها المفروض بتخلي الطفل يبقى جاي عندنا مبسوط. فانا قعدت افكر احنا ازاي نجيب الطفل ده ونخليه مبسوط. ايه اللي يخليه يسيب الموبايل ويسيب التابلت ويسيب الالعاب الالكترونيه دلوقتي الكمبيوتر، ويبدا يجي يرجع تاني زي زمان، يجي يقعد مع ناس، نحكي له موضوع مهم، نتكلم عن حاجه مهمه احنا بنناقشها، في مشكله ما بتحصل. احنا محتاجين ناس كتير تخاطب الطفل، ترجع تاني تخلي الطفل يتكلم عادي، مش كل الموضوع يبقى ايموجي، يبقى انا بتكلم معاكي بدل ما اكلمك او ابص لك كده واشوف ابتسامتك الحلوه دي، لا اشوف ايموجي على الموبايل او على التابلت. ازاي تجيبي ناس اكتر؟ طبعا هنا بالنسبه للانشطه في شويه انشطه كتير جدا. النشاط الرئيسي هنا كان الفن التشكيلي. معظم اللوحات اللي في المكان هنا كلها تشوفيها من واحنا طالعين لحد هنا هتلاقيها كلها اعمال الاطفال. الحاجات دي كلها مش اعمال لحد كبير، دي تحت اشراف الاستاذه دعاء. الاستاذه دعاء فتحي هي هنا مسؤوله عن الفن التشكيلي. في كمان عندنا ورشه لطيفه جدا اسمها ورشه الاشغال اليدويه. معظم البنات بتحب تعمل حاجات كتير، اكسسوارز وحاجات لطيفه وكده، بيرسموا على القماش، بيعملوا حاجات مبهجه، حتى تبصي للحاجه تلاقي الوانها لطيفه جدا. دي بالنسبه للورشه دي. في كمان ورشه عظيمه جدا، ورشه العزف الجماعي. ازاي اخليكي انت بتعزفي اله وانا بعزف اله، واحنا الاثنين نبقى عارفين نعزف نفس اللحن؟ ده موضوع صعب جدا، زي ما كنا بنشوف في التلفزيون، في الحفلات الكبيره، في الاوبرا، في اماكن كتيره خاصه بالموسيقى الشرقيه فعلا بتاعه بلدنا. فعشان تعملي كل ده وتبقى عندك آلة واثنين وتلاتة واربعة، ففكرنا ان احنا بدل ما تبقى عزف الآلة فردية يبقى عزف جماعي، نتعاون مع بعض. انت معاكي آلة وانا معايا آلة، كل واحد فينا ليه دور. الشكل الجماعي في الاخر بيدي رونق تاني خالص غير الحاجات الفردية. في كمان الكورال، انا بعمل في سبيشل في اطفال ذوي قدرات خاصة، وفي اطفال نورمال، وفي كمان عندي ناس كانت موجوده هنا في المكان من 7 سنين، دلوقتي بقوا في ثالثه ثانوي معايا برضو في الكورال. عملنا حفله في رمضان اللي فات كانت ناجحه جدا. دلوقتي في ورشه الحمد لله بقى لنا شهر وشويه فيها، ورشه اعداد الممثل. المكان برعايه وزاره الثقافه وصندوق التنميه الثقافيه، فهو مكان مجاني بالظبط كده، معمول لخدمه الناس الاطفال اللي حوالينا هنا في المنطقه. فعملنا الموضوع ده علشان نسعد الاطفال بس. ميرسي خالص، انا متشكره قوي قوي، وانتي شرفتيني ونورتيني. ميرسي.
يا رب تكونوا استمتعتوا معايا النهارده، واشوفكم في حلقه جديده من برنامجنا مصر الجميله. علاء الدين، مجله اطفال مصر واطفال العرب. رئيس مجلس الاداره عبد المحسن سلامه. رئيس التحرير حسين الزناتي.